ملازمة خشية الله هي فرع من الإخلاص، لكن هنا الملازمة يعني المداومة والاستمرار عليها، فتكون خشية الله ظاهرة في قولك وفي فعلك وفي حالك وفي سمتك، في نطقك وفي سكوتك، أن تنظر خشية الله، لأن العلم إذا لم يدل على خشية الله وش الثمرة فيه؟ ولهذا قال الإمام أحمد هذه الكلمة النيرة التي هي مشكات النبوة: أصل العلم خشية الله، مأخوذة من قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا لم يكن العلم دالا وجاذبا لك خشية الله، وش الثمرة منه؟ فإذا كان العلم لا يبعث في نفسك الخشية والمخافة وتعظيم الله، تعظيم خوف، تعظيم رجاء، ايش الثمرة من هذا العلم؟ نعم. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. نعم، لا يكون العالم في شرع الله عالما إلا بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه لارتحل. طيب، هذا العلم وهذا العمل لا يكون كذلك إلا إذا لا يعمل العامل بعلمه دائما، كل ما تعلم شيء عمل به، إلا إذا كان ملازما لخشية الله. قد يلازمه مرة، يفعله مرة ويتركه مرات، لكن إذا كان حادي هذا العلم الخشية والخوف واتهام نفسه والعود عليها بالملامة، وكان هذا لأجل الله، كان عندئذ هذا العلم نافعا.